السلام عليكم. عم نعيش بهاي الأيام العصر الذهبي لسيارات الاس يو في، فمن كل مصنع بالأسواق عم نحصل على عدد كبير من هاي الفئة من السيارات بمختلف الأحجام والمواصفات. ومن الفئات اللي حصلت على مبيعات كبيرة بالسنوات الأخيرة سيارات الاس يو في المدمجة، فمثلا من البورش بعد الكيان حصلنا على المكان، من بي ام دبليو بعد ما طرحوا الاكس 5 والاكس 3 عم نحصل حاليا على الاكس 2، وايضا من اودي بعد الكيو 7 والكيو 5 طرحوا الكيو 3. واليوم معانا محاوله شركه جاكور لاند روفر بانهم يطرحوا سياره اس يو في مدمجه ورياضيه تحت شعار جاكور. فبعد ما طرحوا الاف بيس عام 2015 حصلنا على الاي بيس بعام 2017، واليوم معانا الاي بيس 2018. ولأكون اكثر تحديدا معاي بتجربه اليوم الاي بيس ار دايناميك اتش اس اي. يلا خليني اعرفكم اكثر على هاي السياره، وكالعاده لا تنسوا انه تشتركوا بقناتنا هون على اليوتيوب لحتى تشاهدوا اخر تجاربنا. عم تحمل الاي بيس نفس لغه التصميم اللي عم تشوفها على سيارات جاكور الحديثه مثل الاف تايب والاف بيس، وهذا عم بيعطي هاي الاس يو في المدمجه طابع رياضي كبير. ونسخه الار دايناميك اللي معنا اليوم عم تحمل هذا الشبك الكبير بالامام مع لون اسود لامع، وايضا فتحات تبريد للانتر كولر كبيره بالاسفل، وفي فتحات هون فعاله بتمرر الهواء لحتى تبرد مكابح السياره الكبيره اللي عم بيجوا باللون الاحمر. والسيارة عم تحمل طابع رياضي أيضاً أكبر مع خطوط قوة كتير واضحة على غطاء السيارة وعلى جانب السيارة على الأبواب وبيمتدوا للخلف. والسيارة الار دايناميك اتش اس اي اللي معنا اليوم عم تيجي مزودة بمصابيح LED ماتريكس بالأمام مع مصابيح إضاءة LED نهارية وأيضاً كشافات ضباب. والسيارة عم تيجي مجودة بجنوط بقياس 20 إنش عم بيحملوا هذا اللون الأسود المميز. وعم بيستمر التصميم الرياضي والمدمج ايضا والجميل بالخلف مع جناح صغير باعلى السياره، طبعا مصابيح LED كمان بالخلف ومخرجين كبار للعادم. كل هذا عم بضيف للطابع الرياضي الموجود على الاي بيس. لكن هل قياده السياره رح تتماشى مع هذا الطابع الرياضي اللي موجود بخارج السياره؟ هذا رح تعرفوه لاحقا بالفيديو. وهاي أنا داخل السيارة هرباً طبعاً من الحر اللي برا، لأن درجة الحرارة عندنا هلأ بمدينة دبي وصلت ل 43 درجة مئوية. خليني أبدأ لكم بتصميم السيارة. عم بستمر معنا التصميم الرياضي داخل السيارة مع تركيز كبير على السائق، فبتحس حالك راكب بمقصورة طائرة تقريباً، فكل الأزرار قريبة من السائق، وبتلاحظوا أنه المكان أمام الراكب جنبي كتير فاضي وما فيه أي شيء. ومثل ما تعودنا من جاكور، فطبعا نوعية المواد اللي عم نحصل عليها داخل السيارة فهي عالية جدا، مع جودة عالية بالجلد المستخدم على الكراسي والجلد اللي عم بيجي مخيط من لونين على التابلو وهون بالأمام. ولكن في بعض البلاستيك الخفيف المستخدم داخل السيارة اللي عم نجده هون بأسفل التابلو وهون حول أزرار الكلايمت كنترول وحول شاشة نظام الترفيه اللي طبعا هي شاشة لمس بقياس 10 إنش، واللي عم تحمل نظام تاتش برو من جاكور، واللي عم بيساعدك على التحكم طبعا بنظام المالتي ميديا، نظام النافيجيشن، وايضا نظام الاتصال البلوتوث. وهي الشاشة كمان فيها خاصية وميزة بهاي النسخة اللي معنا، وهي ديول فيو، يعني هاي الشاشة نفسها بتقدر تعرض معلومات مختلفة بنفس الوقت للسائق والراكب. ولكن بشكل عام سرعة استجابة هاي الشاشة لللمس والتحريك بين المعلومات المختلفة ما عم تتقارن بالسرعة والاستجابة الموجودة بالسيارات الألمانية المنافسة.
وبنستمر مع مواصفات هاي النسخة اللي معنا اليوم، واللي هي أذكركم هي الـ E-Pace R Dynamic HSE. فالنظام الصوتي على السيارة هو من 11 سماعة، وهو من شركة ميريديان، طبعا عالي الجودة جدا. وأيضا عم نحصل على كلايمت كنترول أوتوماتيكي مع أزرار للتحكم فيه، أعطوا السيارة طابع عنيق بالتصميم كمان. وبدل لوحة العدادات أمامي عم نحصل على شاشة بقياس 12.3 إنش تعرض معلومات طبعا مختلفة جدا، مثل طبعا سرعة السيارة، سرعة دوران المحرك، الرحلة، استهلاك الوقود، وأيضا بتعكس معلومات النافيجيشن ومعلومات الميديا والاتصال البلوتوث. وللتحكم وتخصيص هاي الشاشة بتقدر تستخدم الأزرار الموجودة على المقود معاك هون، وبالطرف الثاني من المقود طبعا عندنا الأزرار اللي بتتحكم بمحدد السرعة ونظام تثبيت السرعة اللي هو تكيفي أي مع رادار بهاي السيارة. ونسخة الإي بيس اللي معنا اليوم عم تيجي مزودة بأنظمة سلامة ومساعدة على القيادة كتيرة. خليني أبدأ بهيدز أب ديسبلاي، عم بعرض لك معلومات كافية لحتى تخلي عينيك دائما على الطريق. كمان في عندك نظام تنبيه بالنقطة العمياء، نظام تنبيهك لما تخرج من المسار، وأيضا نظام إرجاع السيارة إلى المسار. كمان السيارة فيها نظام تنبيهك بأي اصطدام محتمل، وأيضا حساسات وكاميرات بتعطيك 360 درجة حول السيارة. ومع أنه الكاميرات الصورة اللي عم تيجي منها واضحة جدا وعالية الجودة، فأنت لما تكون عم ترجع أو تقدم بالسيارة بتشوف صورة واضحة كتير بالأمام والخلف، ولكن لما تفوت على عرض 360 درجة وجدت أنه شوي صغير مقارنة بحجم الشاشة الموجود عندنا، فكان ممكن أنه يكبروه أكتر ويوضحوا لك يا أكتر. وأيضا السيارة فيها نظام بنبهك بأي سير وحركة أمام أو خلف السيارة وأنت عم تتحرك بالسيارة. وهون بالمقاعد الخلفية، فهذا التصميم المدمج والرياضي اللي تكلمنا عليه بشكل السيارة من الخارج أكيد أثر شوي على المساحة اللي عم نحصل عليها للركاب بالخلف، مع أنه في شوية مساحة موجودة قدام إجري وفوق راسي، ولكنها مش بالمساحة الكبيرة. وأيضا الشباك عم تشوفوا خط الشباك كتير كيف عالي هون، فالأطفال الجالسين بالخلف يمكن يلاقوا شوي الرؤية خارج النوافذ الخلفية شوي صعبة عليهم. ولكن لحسن الحظ النسخة اللي معنا اليوم مزودة بسقف بانورامي ثابت كامل، فهذا السقف الزجاجي اللي ما بيفتح طبعا عم بيعطيك إحساس أكبر بالمساحة لما يكون مفتوح. وأيضا بالخلف الركاب عم بيحصلوا على فتحات للتكييف وثلاث فتحات USB لشحن الموبايل والأجهزة مثل الآيباد والتابلت. تتوقع من أي سيارة جاكوار من ناحية القيادة أن تكون ممتعة، مثيرة، وفيها إحساس رياضي كتير، لكن للأسف لازم أقولكم أنه الإي بيس ما بتحس مثل أي جاكوار تاني. وهذا بسبب بسيط، أنه الإي بيس هي أصلاً مبنية على قاعدة الرينج روفر إيفوك، وهذا خلى السيارة أتقل بكتير. فتخيلوا الإي بيس أتقل بمئة كيلوغرام من سيارة الجاكوار إف بيس، وهي اللي سيارة SUV أكبر من هاي السيارة بكتير. ولهيك أنت بتحس إنه محركها الأربع سلندر تيربو تشارج طبعاً بسعة 2 لتر، واللي عم بيولد 245 حصان و365 نيوتن متر من العزم، عم ببذل مجهود لحتى يجر هذا الوزن لسرعات عالية. وهذا طبعاً أعطانا تسارع لسرعة 100 كيلومتر بالساعة بسبع ثواني. ولكن هذا الوزن الزيادة طبعاً بالسيارة أعطاك شوية ثبات أكبر على الطريق، وتعليق السيارة اللي عم بميل إنه يكون رياضي أكتر كمان زاد من هذا الثبات اللي عم تحصل عليه، ولكن زاد كمان من إحساسك بالتعرجات والمطبات الموجودة بالطرقات. أما بالنسبة للمقود فهو دقيق كفاية لتقدر تتحكم بالسيارة بأي منعطف، ولكن إحساسه شوي صناعي وما عم بيعطيك فيدباك كافي لحتى تتحكم بهاي السيارة بالمنعطفات، خاصة لما عم تكون تفوتها بالسرعات العالية. أما بالنسبة للجير بوكس فهو جير بوكس أوتوماتيكي من 9 سرعات مع بادل شيفترز خلف المقود للتبديل اليدوي بين السرعات. وجدت أنه بالحالة الطبيعية وبالسرعات العادية هو سلس جدا، ولكن حسيت فيه تأخير شوي بالداون شيفت، مع أنه أنا عم بسوق السيارة بوضعية دايناميك، في تأخير شوي بين ضغطة البنزين والداون شيفت.
وجدت انه الافضل انه لما بدك تقود سيارة بطبيعة رياضية اكتر انه تستخدمها بتغيير السرعات اليدوي باستخدام البادل شيفترز. طبعا بالنسبة لوضعيات القيادة فهي اربعة عم تتنوع بين دايناميك، كومفورت، ايكونومي وهو الوضع الاقتصادي، وايضا عندنا وضع الطرقات الزلقة او اللي هو الطرقات الشتوية. وبالنسبة لمحرك صغير بهذا الحجم فعلا وجدت انه عم بيعطيك صوت واداء رياضي فعلا جيد جدا بهاي السيارة. لكن الشيء الوحيد اللي عم بيعيقها هو هذا الوزن. فعلا انت عم بتحس المحرك فعلا عم بيبذل مجهود وعم بيجر وزن كتير كبير بهاي السيارة، وحتى عم بيرتفع صوت المحرك معاك لما تضغط عليه مثل ما عملت هلأ. صوت المحرك عم بيرتفع شوي معاك ولكن عم بيعطيك تسارع كافي. طبعا السيارة عم تيجي مزودة بنظام All Wheel Drive بيوزع العزم والقوة بين العجلات الأربعة على حسب المتطلب اللي انت فيه والوضع القيادي، وطبعا توفير الوقود الأعلى لما تكون عم تسوق السيارة بشكل عادي. راح أختم تجربتي للإي بيس اليوم مع خيار إضافي ممكن تحصل عليه مع هاي السيارة، وهو الاكتيفيتي كي، وهو اللي عبارة عن هذا السوار المخصص للناس اللي بحبوا الأنشطة. فأنت بتقدر تسوق السيارة لمكانك المفضل للركض أو السباحة، تترك المفتاح داخل السيارة وتغلق السيارة عن طريق الاكتيفيتي كي. ولكن هذا الخيار راح يكلفك شوي مثل الخيارات الباقية على الإي بيس. فسيارة الإي بيس عم ببدأ سعرها بأسواقنا الإماراتية من 163,800 درهم إماراتي، وبيبدأ سعر نسخة الار ديناميك اتش اس اي اللي معنا اليوم من 231,420 درهم. ليش قلت بيبدأ؟ لأنه هاي السيارة لسه فيها خيارات توصل قيمتها ل 100,000 درهم زيادة على هذا السعر. فمثلا هذا اللون الأزرق الجميل الموجود على النسخة اللي معنا اليوم راح يكلفك 3,570 درهم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وبشوفكم بالتجارب قادمة. وما تنسوا تترك لي تعليقاتكم أسفل الفيديو حول رأيكم بالإي بيس أو أي من السيارات بفئة الاسيوفي المدمجة اللي أنتوا بتفضلوها، وبشوفكم بالتجارب قادمة ومع السلامة.